الأخلاق أكثر ما تعلم فيه. أكثر ما تعلم من علمه. فأرجو من أباضة أنا قالوا لي الشباب حي والله ذا العين نواف بن عياش، نواف من الشخصيات المميزة بالبرنامج وحضور جميل ومتألق كعادتها، يمتلك كاريزما جدا جميلة وروح مريحة عايشة واقعيته بدون تصنع وتكلف، وهذا ما يريده الجمهور. حافظ على حضورك الصلاة والفقرات، تجنب قد ما تقدر ما تغيب عن البث، وفالك التوفيق في ثنتين نواف بن عياش. ثنتين رسالتين لبى والله قلوبكم يعني والله ما خلفكم وعلى خشمي تأمنون أمر أبغى باقي رسالة واحدة بس لو سمحت. معليش عاد تصير طماع عاد. رسالة واحدة بس. عندي أبغى رسالة أختي تكبر. يلا. قول في واحدة ثانية، في واحدة ثانية. أوكي. يا هلا يا هلا أخي وقرة عيني صالح، أنت شخص خلوق فرضت احترامك على من يعرفك، رزقك الله بالقبول والمحبة الناس، فخورين بك وبما تقدمه بإذن الله. راح نحتفل معك بحصولك مركز أول وسيرة دعواتنا ترافقك وقلوبنا معك، وعين الله تراك. شكرا بحجب السمالي من كان خلف دعم صالح. الله يحفظ الربع، هذه أكبر أخواتي أختي سلمى أم سلطان. الله سلطان ما شاء الله تبارك الله يعني رائدة في المجال التطوعي، ما شاء الله تبارك الله بطريق دعم عطاءات أبوك، ما شاء الله تبارك الله يعني أنا تعلمت منها الشيء الكثير، وما شاء الله فوق الكلام ذا كله ما شاء الله تبارك الله كاتبة ومثقفة، وأنا والله يعني تربيت على إيديها. الله يخليها لك. الله يحفظك يا سلطان، تحياتي لك. يا أخو سلمى ما عليك زودي بعدي باقي رسالة. يا سلام والله هذا أخبار يتنعش. باقي رسالة أبا. يلا واحدة لا تصير طمع أبابا. باقي رسالة واحدة أبابا أرجوك يا أبابا. باقي رسالة، باقي الصوت، باقي أنا بقى أنتظر هنا.